صباح النور، صباح البهجة والسرور، عسلامتكم، مرحبا بيكم الناس الكل. شنيا حوايجكم لاباس؟ ان شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين. فيديو جديد صديقتي لليوم، فيديو كله هكا افادة واضافة ان شاء الله باش تلقوها معايا، ما هوش لا طبخ ولا روتين تنظيف ولا حتى شيء. اليوم باش نعمل معاكم روتين نعطيكم فيه الحاجات اللي عملتهم كالكسوا في شعري والا في بشرتي للحفاظ هك على بشرتكم. اول حاجه نحب نقولها لكم، انا راني مانيش طبيبه، يعني لازمكم ديما ترجعوا للطبيب. الطبيب راهو قاري 7 سنين ولا قديه باش يجي ويعطيكم لكم انتوما، معناتها يلزم يتعمق ويعرف البدن من داخل ومن برا باش يعطيكم الحاجات اللي تساعدكم على الحفاظ على صحتكم وبشرتكم. ولكن عن تجربه يقول لك اسال الطبيب وما تسالش، اسال مجرب وما تسالش الطبيب، باش نعطيكم شنو عملت. انا مانيش كيما قلت لكم طبيبه، اسالوا مجرب وما تسالش الطبيب لمحله، يلزمكم تسالوا الطبيب. انا كقاريه معناتها والعلم يقول لك تبع العلم، ولكن صدقا تعرفوني اللي نصيحتي من القلب للقلب ليكم باش نعطيكم شنو جربت. برشا شفتوا ستوري نتاعي في الفيسبوك، الحقيقه تو ما نجمش نهبطها لكم، ما نجمش معناتها نعري شعري والكل، ولكن في الفيسبوك كنت هبطت لكم. شوفوا برشا سالتوني وين وصل شعرك، مازال شعرك طايح؟ خاطر جتني فتره شعري طاح برشا، يعني صار لي تساقط كبير متاع شعر، فشاركتكم النتيجة. كنت وريتكم قبل شنو واخذيت في الشتاء، وتوا قلت خليني نوريكم اللي استعملته اللي صراحة لقيت معاه ريزلتا ممكن ياسر تنفع ناس ويمكن ما تنفعش ناس. باش نعطيكم مكونات طبيعيه، مكونات بسيطه موجوده بريسك، يعني مش موجوده في الديار، راهي موجوده في الاسواق، اسوامها رمزيه مش مكلفه، وحاجات معناتها كما تنفعكش ما تضركش بحول الله، حاجات سهله برشا بالنسبه للبشره، سامحوني بالنسبه للبشره وبالنسبه للشعر. وبرشا سالتوني فاتني شنو تعملي ليديك، فاتني شنو تعملي لوجهك، الحصيله ها باش نعطيكم حاجات سهلة مهلة مفيها حتى معناتها مشكلة. ولكن نرجع نقوله، راهو فما حاجات تكون مرتبطة بالحديد، تكون مرتبطة بالبدن من داخل، تكون مرتبطة بالستريس، تكون مرتبطة يعني حتى كي تاخذي دواء يبقى لازمك ديما معناتها تبعي طبيب، هو اللي يعطيك اللي يحط لك الصباع على الجرح، هو اللي يعرف شنو اللي يصلح بيك. ديما دي انا ننصحها لكل بشر انه يلزم يزور طبيب ويلزم تعملي تحاليل باش تعرفي بدنك من داخل شنو فيه. للبدن هو الحاجات اللي في البدن من داخل هي اللي تعكس على البرا، يعني نجمو ناخذو حتى دويات وكل، كي يبدا بدننا من داخل مفرعس راهو ما يساعدناش، كي تبدا عندك برشا ستريس راهو ما يساعدكش انك تستعمل مثلا ادويه وكل، لازم ساعات تبدا مربوطه بامور نفسانيه، مربوطه بامور صحيه في البدن من داخل. اليوم باش نشارككم هاكم معايا في فيديو اليوم، باش نبدا اول ما نبدا بالوجه، باش نبدا معاكم بالوجه شنو نستعمل بالضبط الوجهي من فيق الصباح حتى العشيه. انا محاله مانيش شديته 24 24، انا نستعمل ما نستعملش برودوي شيمي جمله، معناتها كل البرودويات وكل ما نعرفش شنو اللي يقولوا عليهم وكله قليل، فما حاجتين هكا نستعملهم تو نوريهم لكم، اما في ضروره مش كل يوم نستعملهم، يعني تعرفوهم شنو هما. وهاكم معايا وان شاء الله ينفعكم فيديو اليوم وان شاء الله يعجبكم. اول نصيحه باش ننصح لكم البنات، ريتو هك صوابين وهك ما نعرفش شنيا وهك ما نعرفش شنيا، اذا ما عطاكمش الطبيب الحاجات هذيا ما تستعملوش، خاطر فما بو سيش فما بو غراس، يعني انت والبو نتاعك فما بو دهنيه وبو يعني بشره دهنيه وبشره جافه، تنجم صابون يبدا بشرتك دهنيه يزيد يكمل عليها، وتنجم بشرتك جافه وتستعملي صابون جاف يزيد يكمل لك عليها ويعمل لك حتى الترشيق في البشره نتاعك ويكبر لك البشره ويجلدها وتتحرق لك، خاطر كي تشيح البشره برشا راهي تولي فيها كل خطوط معناتها تتجرح البشره وتقلق برشا هذيك، وتنجم تطلع حتى الحبوب. انا شعطيك صابون بسيط تعمليه كل يوم تغسلي به، ورحميلي على بابا رحميلي على والديا، هو صابون موجود عند الناس الكل هذايا من اول الدنيا، انا نستعمله ما نستعملش حاجه اخرى. الناس الكل تجي تقول لي فاتني شنو، حتى كانوا يجوني صاحباتي يسالوني فاتني شنو تستعملي الوجه، نقول لهم ها هذا اول صابون البنات. مش عارفه نسجل لكم توا صباح، هو نورمالمون يوم حجر شامل، اما مش عارفه نحس شيء كبير. المهم هنا الصابون هذا صابون الاخضر، هو الصابون
اللي عملوه لصغاركم عملوه لكم انتوما. صابون الاخضر المهم مش كيفه، سالوني انا والله يا البنات جربوه مره واثنين، تقوليش او ما نفعنيش في اول نهار ولا حاجه، راهي الحاجه لازمها المداومه. صابون اخضر قومي الصباح اغسلي وجهك، صابون العادي العربي نتاعنا اغسلي به وجهك يوميا. ريتو مانيش باش نتكلم انا على نوعيه نتاع صابون، ولكن راهو بالحق هذايا يساعد الناس الكل. شكون تجي بشرتي هكا ولا هكا، هذايا صابون طبيعي تعملي صويبينه خضراء في وجهك، ومش تبدي مثلا تجردي فيه وجهك حك. انا راني خاطر مريت بتجربه صعيبه ياسر، مريت بتجربه وجهي كل فوق نلقاه كله حبوب تاير داير هكا هكا، ريتو منفط منفط. اتون هبط هيكم التصويره تشوفوها كيفاش كان وجهي، وجهي كان محروق حرقان، مش كان جتني فتره رقدت وفقت نلقى وجهي ما عادش نجم نحطه حتى على المخده، حبوب حبوب شيء كبير. ونفطت لي وجهي كله طايب كانها قشره تنحت وكانه كله هك هك هك. ما خليتش لا طب لا دويات لا عملت عملت عملت، في الاخر رجعت للطبيعي. اش عملت؟ خذيت زيت زيتونه، وليت في الليل مبرد بزيت زيتون نعمل في وجهي زيت زيتونه. نحنا صغارنا بل انا بيدي كانوا يعملونا الزيت باش نرقدوا قبل ونحنا صغاري، ويقمطونا كان تعرفوا ايش يدلكونا بدنا كله بزيت زيتونه ويقمطونا ونرقدوا لبس علينا ويغرقونا بالزيت قبل. المهم استعملوا الصابون الاخضر في الاخر بالكور اللي رجعت استعملت الصابون الاخضر، ما عادش نستعمل عطوني برشا صوابين وحكايات وزيوت، رجعت نستعمل في الصابون الاخضر. اهم حاجه البنات الزيت كي تعملوه ما تعملوش في النهار، وتغسلوا وجوهكم بالقدا، الزيت يتعمل في الليل. تعرفوا الزيت ينجم يحرق لكم وجوهكم، تخرجوا بيه للشمس ولا حاجه تنجم معناتها مش يعملكم برونزاج اكثر من البرونزاج. نصيحه مني ليهم، حتى كي تحطوه تغسلوا وجوهكم بالقدا، اصلا هي البو تشرب راه تشرب وتعطيكم لقه مش عاديه. راني مانيش نعطي فيكم ريت وقفازات الحمص وقفازات ما نعرفش شني، انا راني نعطي فيكم فطفازات طبيعيه. فما خلطه كامله نعملوها نحنا في بلادنا نعملوها حتى للعرايس، وكنت هبطتها قبل مره ونفعت عباد وشكروني عليها، ان شاء الله تو نعملها معاكم بعد، فيها بقول وفيها حاجات. المهم باش نعطيكم غير الزيت والصابون ليكرون اللي انا استعمل، رايت نجم تنفع ناس وتنجم ما تنفعش ناس، اما باش نعطيكم انكم سالتوني شنو تعملي ليكرون وقت اللي تخرجي وقت الشمس الشمس. هي ليكرون تاعي هذه، هي شفتوا ليكرون هذه البنات جيتوها، انا راني ما خليت ما استعملت قبلها، هي يعني استعملت برشا حاجات ما نفعونيش ديما يشيحولي. هذه للوجه الشايح تتعمل للطري الوجه بالقدا، يعني ما تقلقش، خاصه انا هذه للوجه الشايح راهي مش وجه الدهن، هذه اللي انا نستعملها وقتاش مش انا في الشتاء والله ما نعملها لكم. اما كي تبدا شمس حاره مثلا في الصيف مش ديما، توا عندي بريود ما استعملتهاش، ولكن هذه اللي ساعدتني الحقيقه كي استعملتها ساعدتني، نصحتكم بها من الروح للروح، ما عنديش علاش باش نقول لكم راهي هذه باهيه لاني جربتها. هذا ما يمنعش اللي هي نفعتني انا تنجم ما تنفعش غيري، ولكن ديما نرجع نقول راني نعطي فيكم في الروتين نتاع البو اللي نتاع البو نتاعي، نجم ينفع ناس وينجم ما ينفعش ناس. هذا بالنسبه للوجه، شوفوا مبسطها ما ابسطها، شفتوا قديشها بسيطه الحكايه، ابسط منها ما فهميش. نصايح اخرى نعطيهاكم مني ليكم هكا، اهم حاجه تعملوها لوجوهكم فريمون هي من اروع الحاجات للبدن مش للبدن للوجه، الموارد. الموارد يا البنات من احسن الحاجات، تبدي قاعده ونهار كامل شوفوا بنت كاتير وانت تحسي وجهك سخن حطي الموارد، من احسن ما تعملي لوجهك هو الموارد. الموارد من اروع الحاجات، نصيحه مني ليكم استعملوا الموارد، الموارد في كل وقت هذيا، واي حاجه تعملوها لوجوهكم تعملوا فيها موارد. باش نعطيكم توا دي ماسك هكا طبيعيين نعملهم ساعه ساعه مش ديما، مثلا في الحمام كي نبدا باش ندوش في مثلا هكا نحب خارجه ولا حاجه قبلها شنو نحضر. هنا باش نوريكم حاجه معناتها عربي، الماسك هذايا هو ماسك طبيعي برشا والناس كلها تعرف حاجات طبيعيه، قلت لكم ما نستعملش الحاجات الغير طبيعي. الباروق، الباروق هناش تعملي تشدي المورد، شفتي الباروق كي تشدي مورد تحطي، مانيش باش نعملها توا خاطر كان باش نعملها باش ترسيلي باش يبيض وجهي برشا في الاضاءه وفي التصوير يحب لي باش يتنحي. تشدي الباروق نتاعك تعملي له المورد، تحليه في المورد وتعمليه في وجهك
كل تعملي به وجهك يشيح الوجه من بعد يروي يهبل الباروق والمورد. فما حتى باروق يبيعوه بالمورد حاضر، انا هنا اعطيتكم هذايا خطر عندي هكا وهكا، انتم تنجموا تاخذوه. فما حكايك تشبه يعني الحكره العاديه اللي هكا ذيك تلقوها حتى مش غاليه 15 100، فيها باروق مورد، ريتو قداش هو يعمل ويبيض برشا الوجه اول ما تعملوه. هذايا روعه للوجه، يبيض بالقدام الوجه ينور الوجه، يعني حاجه طبيعيه على الاخر. كما قلت لكم البنات، هذا بالنسبه للباروق والمورد تحطيه في وجهك، وخاصه اعملوه في الليل. في الليل الحاجات هذه تعملوها في الليل، والا في الجيله وانتم قاعدين في الدار ما تخرجوش، خاطر طبيعي جدا باش تعملوا حاجه تعملوها في الوقيت هذاك. هنا باش نعطيكم زاد حاجه للحواجب، راهو انا حواجبي تو تشوفوا فيها خطر الاضاءه، تشوفوا فيها ضاويه، ولكن انا حواجبي نورمال لونهم، لونهم خروبي يعني مش اكحل بني، عرفتوا بين بينين، مش غير الاضاءه، هي مش الاضاءه، كل مره التصويره تبان لكم حاجه، مره تبان لكم ضاويه برشا، مره تبان لكم نقص ضوء. هنا زيت الخروع، زيت الخروع تعملوه، تحطوا زيت الخروع مع البوفريوه تحرقوها، البوفريوه في الدواء شقيقه يقولوها البندق، البوفريوه تحطوها ترحوها تهرسوها، ولا تعملوا لها كيبه بوفريوه محروقه معها شويه زيت خروع وتحطوها تغمق لكم الحواجب بالكدا، حاجات طبيعيه. جدتي يرحم، وكما تعرفوا الزين العربي قبل النساء قبل يعملوا الحاجات العربي، وبصراحه نافعه برشا الحاجات العربي اللي كانت تستعملها جدياتنا، وكانت بين طبيعيه معناتها ما فيهاش ما تحسوش حاجه مركبه. المهم هذه بالنسبه هنا للحاجات هذوكم. توا باش نوريكم حاجه، مثلا بعد ما انا نعمل مكياج، بعد ما نعمل مكياج باش نحي، شوف عندكم المورد، ديما راهو المورد حاجه طياره برشا، وعندكم لنجيت، لنجيت استعملوا الحاجه اللي تساعد لكم وجوهكم، انا نستعمل لنجيت، ما تخلوش وجوهكم تبدو تغسلوا بالماء بالماء بالماء، راهو ما يتنحاش. مكياج يلزمو لنجيت تمسحي بها المره الاولى، بعدين مورد، وبعد تغسلي بالصابون الاخضر، هو اللي وجهك هكا، خاطر راهو المكياج يجلد الوجه وراهو يطيح الشوافر. انا برشا يقولوا لي فاتني شوافرك محلاهم وكذا، خاطرني ما نستعملش برشا المكياج، يعني انا شوفرك نحط ماسكارا يبانوا طوال، يقولوا لي يا اخي مركبين، نقول لهم لا راهم طبيعيين، ولكن انا ما نحطش برشا المكياج. حسيل هذا بالنسبه للباروق، وبالنسبه للزيوت، وبالنسبه لكذا زيت خروع وشويه بوفريوه تعملوا بهم هكا عينيكم، تنجموا تحطوا الباروق وتعملوا شويه زيت هنا، تبعدوا تحت العينين ديما تبعدوا. وتو البنات انت في الحمام، ولا انت باش تدخلي الدوشي، مش تدخلي الدوشي، هو انت في الدوش تاخذي طفل، الطفل هذا هو تحليه في شويه ماء، تحليه في شويه ماء وتحطيه على وجهك، راهو زاد الطفل باهي برشا، هو حاجه طبيعيه، مانيش راني قلت لكم حاجات الطبيعيه والله ما فماش كيف. اذا تحطيه على وجهك وتخليه معناتها تسترخي في البانو نتاعك، والا في الحمام ماذا بيك في اخر وقت قبل ما تخرجي، معناتها قبل ما تغسلي شعرك تعمليهم الحاجات هذوما، من اروع ما فما للوجه. هذه حاجه اوكي نعطي، قولوا لي التو مازال حاجه مش طبيعي، اكثريه الحاجات 90% منهم طبيعيين، شويه ما هوش طبيعي، ملزوزين لازم. صديقاتي شنوريكم حاجه هنا، شوفوا يديا مازلت بالباروق عادي ما يضرش. البومادة هذه، هذه جليسيرين بالمورد لليدين، صراحه تحفونا برشا برشا برشا، ننصحكم به، يعني للي يديها شايحه هكا ولا حاجه تستعمل هذه، راهي باهيه برشا. مجربه يعني ماهيش غاليه، في زون تاع 3000 واش حاجه هكا، ساعات يعمل فيها بروموسيون تلقاها توا هي غلطت شويه، ماكم تعرفوا ديما كل حاجه تجي في الاول اصومها عادي وبعدين تطلع طلوع كبير. هذه باهيه برشا لل يعني تستعملوها باهيه برشا، هي جليسيرين شفتها بالمقلوب هذه مع المورد، هذه بالمورد ريحتها مورد اصلا، ريحتها سمحه ياسر. هذه استعملوها ليديكم، حاجات ما هيش مكلفه برشا، راهي حتى في ناحيه الماديات ما هيش مكلفه. هذه حاجه اخرى لترطيب الوجه، تنجموا تستعملوها، فما ناس تساعدهم فما ناس لا، فما ناس تطلع لهم الحبوب، اما تنجموا تستعملوها اللي هي نيفيا سوفت، برشا قالوا لي راهو فما ناس ساعدتهم فما ناس ما ساعدتهمش، اما هي راهي باهيه برشا حقيقه، نجموا تستعملوها
تحفون ننصحكم بها، هذه تحطوها في الوجه. وراهو ديما الحاجات اللي نعطيهم لكم يزنقوا تعملوهم في الليل، اكثر حاجه تعملوها في الليل، خاطر البو وقت تسترخى وتشرب من البدن، وتشرب من البدن تشرب من الحاجه اللي تعطوها لها. واصلا هو به يعني الوجه يبدا في الظلام يرتاح وينتج حاجات، قال لك اصلا البدن كله ينتج في الليل حاجات تساعد هكا باش تحييه وباش تعطيه النضاره. فانتم استعملوا في الليل، اغسلوا جهاتكم وعملوا شويه زيت وربدوا مرتاحين رايضين رايحين المخ، وان شاء الله ليلتكم زينه سعيده. هذا في الليل. مازلنا نحن يا البنات من مترويت ومن كان صوركم في الليل ما عنديش الاضاءه هذه، كان صوركم في النهار وفي الليل نتعب حتى صوتي يبدا تعب، نحب صوركم برشا نشاط وحيويه. المهم هذايا بالنسبه للوجه، الوجه شنو تستعملوا، هذوكم اللي عطيتهم لكم ان شاء الله يفيدوكم. قلت لكم ليله هنيه وليله سعيده تكا في الليل، مازلنا نحن مواصلين مازلنا باش نحكوا. هذو الحاجات اللي انا نستعملهم وقت لي نبدا باش نحضر هكا روحي، ولا عندي مناسبه ولا عندي حاجه. ما نستعملش يوميا، انا مانيش من الناس اللي نستعمل يوميا. انا خذيت قرار من بعد ما ارتاح وجهي من الحبوب، من كنت ما نجمش نحط راسي على المخده، نشكي لكم الخير، تنمو وجهي تسلخ، كي نحي معناتها قلت قررت اني نعمل حاجات طبيعيه وبعدها ما عادش نعمل حاجه، نخلي بوم تاعي ناتوريل. الحقيقه لقيت الحمد لله يا ربي يعني بوم تاعي ناتوريل، حتى ما عادش تقلقني برشا، ما عادش نحس وجهي شايح، نخليها تنتج في راحتها. معناتها الحاجات المواد اللي يلزمها تنتجها نرقد بها مرتاحه ونفيق بها مرتاحه. والحقيقه معناتها لقيتها حاجة باهية اني نخلي روحي ناتوريل، ما فماش خير من الحاجات الطبيعية ومن وجهك يبدا طبيعي ومن بشرتك، خاطر كي تعوديها على حاجات من بعد تولي تنقص، تولي كأنها عندها مونك من حاجات معينة، تولي ما تمشي كيما الكهرباء، ما تمشي كم بليسونس، حتى انت تولي بدك ما يمشي كم باك لي برودوي هذيك، وينجم تكون عنده مضار كبيرة على معناتها صحتك بصفة عامة. المهم صديقاتي هنا كملنا مع الوجه، الوجه هذوما هما شنو نستعمل، يعني راهو ما هوش راهو ضروري تعملوا كيفي. ديما نقول لكم اخر كلمة نقول لكم ارجعوا لطبيبكم، ارجعوا لطبيب شوفوا شنو عندكم من داخل. هذه الحاجات الطبيعية هنا البنات باش نوريكم تو باش ننتقلوا للشعر. الشعر اول ما باش نحكي على الشعر باش نحكي على انا شنو صار لي بالضبط مع شعري. انا قبل كل شيء راهو عندي مشاكل في شعري، من بينهم البول دو غريس، يعني قلت لكم عندي البول دو غريس، عندي مشكله في شعري انه ينتج لي برشا هالكتل ولا الاكياس الدهنيه هذه، معناتها في كل بلاصه في راسي نلقاها هكا مبوطه 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 اكياس دهنيه. بدت لي الحكايه هكاك، كان شعري غزير، كان شعري رطب، يعني انا ورثته على اهلي، حتى امي شعرها حرير، اهل بابا شعراتهم صلي على النبي، نقولوا انا شعر الحصان، عرفت تبارك الله تبارك الله شعر الغزير وكل معروفين بيه، انت حتى في حومتنا يعرفوا. وفما حجامه نحييها توا هي في المرسى يظهر لي، كانت قبل في حومتنا مغربيه نحييها، هي بنت بلادنا وبنت حومتنا، كانت قالت لي تذكري فات نينا، قالت لي تذكري فات قبل كيفاش تجيني تجيبك امك شعرك كان محلي. نينا هذه البنات هي الحجامه انتهي في بلاد في متلاوي، بالصدفه تفرجت فيا في فيديو في اليوتيوب، قالت لي انت فايت نذكرك كنت جينا وكنت شعرك محليه وما نعرفش شني، خاطر انا الفيديو هذاك اللي هبطته هي تفرجت فيه نتاع تساقط الشعر كيفاش شعري يطيح وكل، قالت لي نعرف ونعرف شعرك سمح ياسر. المهم فجاه معناتها هي بدات تطلع لي، مانيش عارفه من ستريس من القرايه من السهر من اللي مانيش عارفه شنو هو سببها. كنت نمشي للطبيب، الطبيب نتاعي ينحي لي لي بول هذوما، ينحيهم لي معناتها يعمل لي بنج موضعي، ينحي لي هاك ما فيش حد شيء راهو من داخل ماء يحلهم، يجبد لك الجلد هذيك وينحيها اعزكم الله، فما ناس تعيف. المهم نحيهم وترجع وديما قاعد ينتج، توا راسي ديما قاعد ينتج لي في البول دو غريس هذه ما تنحوليش، فما ناس تطلع لهم في ايديهم، فما ناس في ظهورهم، فما ناس كل واحد وين يجيه، ولكن هي تطلع كالتنفيسه في البدن هكا يقولوا، مانيش عارفه انا.
اي نحب نحييها ساعة نحياني ننسيت في الكلام بحيتهاش. المهم شوفوا العالم ولا قرية صغيرة في الانترنت وكل الحصيل والبنات البدن قاعد ينتج في الحاجات دي. ما عنديش حتى حل مهم، لكن جتني فترة صعيبة ياسر وبرشة عملت معناتها ناس تحكي وبنميك وندرشنية وفاتنا شبكي مرة بالخمار شبكي من غير خمار شبكي تهطي لبلادكم البسي خمار شبكي وقتها واتت وقت اللي شعري ما عادش لقيا فيه لبش نجبد ولبش نعمل حد شيء. كي طاح لبست الخمار حقيقة هو راه الخمار فرض باش نرجعه والحمد لله يا ربي معناتها لبسته. مش خاطر انا كي يسألوني يقولوا لي فاتن لبستيها خاطر يعني ايه انتي متحاجة، نقول لهم لا راه شعري طايح قدام ربي انا وقت اللي حطيته كيكة، لكن هو فرض انا كي حطيته على خاطرني مريضة. انا صادقة مع ربي مش مع عبادة، ما يهمنيش باش نرضي العباد، انا يهمني نرضي ربي وان شاء الله ربي يهدينا اجمعين ويسترنا ويحسن الخاتمة. فكي حطيته معناتها شعري ما عادش طاح كومبليتمون شعري. ف الحقيقه تعبت ياسر وكله هبط فيديو وحكيت فيه قلت راهو يبدا هكا راهو تبدا البانو كله شعر راهو يبدا حواجي كلها شعر بصفه غير عاديه معناتها وين تلفت ساعات نخاف حتى على الماكله اللي يطيح فيها ساعات يبدا مغطي ونبدا نشوف شعره في الخمار مثلا محطوطه والا في الفولار. المهم فما بنات حلال يرحم والديهم نصحوني قالوا لي فاتن فما برودوي اسمه مينوكسيديل. مينوكسيديل هذايا عباره على لوسيون على ماء تفشفشي به 6 تفشفشات ولا هي 8 تفشفشات لحصيله تفرقي الشعر وتبدي تفشفشي في النهار تعملي مرتين هكا قالت لي الفارماسيان تعملي مره في الصباح ومره في الليل. استعملت مره في الصباح ومره في الليل. هذا ما يمنعش اللي مشيت قبل الطبيب واعطاني دي كومبريمي واعطاني لوسيون واعطاني برشا حاجات الحقيقه ما لقيتش نتيجه كبيره معناتها مش معناتها راه الطبيب ما لقاش النتيجه، انا عندي مشكله لداخلي اني المشكله فيا انا المفروض نعمل تحاليل باش نعرف بدني من داخل شنو هو فيه شنو المشكله نتاعو. المهم هو راهو نقص نتاع فيتامينات نتاع حديد نتاع زنك نتاع برشا حاجات في البدن. فاستعملت الفشفشه دي، هي الفشفشه دي راهي روعه اقسم بالله. هما كل نصحوني قالوا لي البنات ردي بالك على وجهك من هنا. على فكره راني انا كي مشيت بحذا لالا اخر مره نسيت الدبوزه غادي كطلبتها ديجا تو وانا باش نحضر فيه لالا قلت لها ولي دبوز خليتها خاطر نحط فوقك الميدة نتاع لالا يعني تاع خالتي مشيت ضيفه بعد خالتي نسيت الدواء وعندي مده ما استعملتش تو خاطر الدنيا سخونه برشا والكل ما تولهيتش معناتها كانت عندي حاجات ما تولهيتش باش نعمله. نقص ديما كي تعطيك الحاجه الريزلتات تحسي روحك فرحانه وتنسي ما عادش تداومي عليه. ولكن شوفوا انتم راهو من جانفي نحكي لكم على الحكايه دي، نحن تو شهر 7 يعني من شهر 1 تو نحن شهر 7 يعني استعمال مكثف. حصيل البنات استعملت عيد من الموتور هذا عيدي من سامحوني اليوم راهو حجر مش محجوري. المهم فاستعملت هيك البرودوي هذاك دبوزه عاديه كيما دبوزه الزيرو تفشفشي بها في شعرك اسمه مينوكسيديل 055 هكا حاجه 05 هذا اللي استعملته انا باهي برشا في تصور قلت لكم من هنا في الشعر من هنا ولا طلع لي شعر من هنا طلع لي حتى هنا خاطر كي نفشفش ابارمون يهبط لي شويه على وجهي طلع لي الشعر برشا على وجهي. جاب ربي انا شعرتي بنيه ما هيش كحله يمكن صغب ما يظهرش ذي بالحق انفعلي ما نعرفش ينفعكم ما ينفعكمش ولكن هذا عملته وبرشا دخلوا لي يعني زنجر فاتن اول ما شاف التصويره في ستوري فاتن وشنو استعملتي شنو استعملتي جتني الف مره كي يسالوني وعندكم الحق انا بيدي كي نشوف حاجه هكا فيها نتيجه ونعرف واحد كان شعر ولا شعره صفا اكيد معناتها باش نسالو شنو عملوا الكل. المهم البنات هذايا هو الميوكسيديل فما حاجه معناتها طياره برشا للشعر هي راهي ما هيش موجوده هنا عندنا في البلاد ماهوش موجوده انا فتشت عليها ما لقيتهاش. اما عندي شكون في فرنسا وصيت وبعث لي هي البيوتين. اول حاجه نحب نشكر وشكر كبير وقلت له ان شاء الله كلمته ان شاء الله رجعوا لك في الفرح. فرحت برشا بالدواء اللي بعثوا لي هذايا البيوتين هذه نتاع الشعر نتاع تساقط الشعر حاجه روعه برشا في فيتامين ه شمعش حطيلو فيتامينات هذيا باهي برشا للشعر. انا قبل معناتها اعطوهولي باش نعملو ما لقيتوش في فتره ما ولكن معناتها وصيت عليه جاني من برا يعني كان ما تلقوش راهو صعيب ياسر هنا قبل ما لقيتوش ما نعرفش تو موجود
هذا شو انا استعملت للشعر. فما حاجه طياره برشا للشعر معناتها معروفه هي جوز الهند. جوز الهند به برشا للشعر هذا بالنسبه للبنات اللي شعرهم شايح، للبنات اللي شعر استعملي زيوت بي، ولكن ما تخليهاش برشا في الشعر. تغسلي شعرك، تعملي معناتها بخار، حمام بخاري لشعرك، وديما راهي اللهوه تجيب، راهي معناتها كي تهتمي بالبوم تاعك، والا اكل اهمال هو اللي يهلك. انا ساعات راه نقعد نهمل شعري، ما نمش طيش، هذاك يطيح الشعر، هذاك يهلك الشعر. مش معناتها 24 كات وانا نهار كامل وانا امشط 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 شعري، لا، يلزم معناتها فما لهوه تعمليها وروتين خاص بالشعر. ونحن النساء معناتها شنو عندنا شعرنا، هو يقول لك شطر زينه المراه شعرها، هي شطر زينه المراه العقل والتربيه والاخلاق. مش حبوا تعاونوا زاد، حتى الشعر ضروري مهم. المهم البنات هذا هو زيت جوز الهند الحصيل، وهو رجع رجع يزمر عليا. صديقاتي حاولت هكا نعطيكم شنو انا عملت، شنو انا قاعده نعمل. نودكم بالخير، نصيحه من الروح للروح. نرجع نقول لكم الاخر مره، ارجعوا للطبيب. الطبيب راهو انسان قاري عمره كل، مش باش نجي انا ونولي عندي الحل. الحل عند الطبيب اكيد، العلم فوق كل شيء. انا ننصحكم تشوفوا الطبيب، هو اللي يعطيكم يقولكم شنو التحاليل وشنو الحاجات الضروريه، ولكن هذه روتينات نجموا تعملوها تفيدكم برشا. حاجات طبيعيه ما تضرش، موارد صابون اخضر اللي هو الحصيل والبرودويات اللي عطيتهم لكم الكل هي طبيعيه اكثريتها. ان شاء الله ربي ينوركم، ان شاء الله ربي يمتعكم بصحيحكم، وان شاء الله ربي يحفظنا اجمعين، وان شاء الله ربي يرفع علينا البلاء والوباء. وبقالي كمش نقول لكم بالسلامه الناس الكل. ان شاء الله روتين اليوم اعجبكم، وفي امان الله وفي حفظ ربي ورعايته.